السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي التلاميذ أولياء التلاميذ سنة خامسة ابتدائي، كما راكم تشوفوا اليوم جبت لكم تمارين تاع مراجعة للفصل الثاني دي ريفيزيون جينيرال بوغ لا بوغ لو دوزيام تريمستر إن شاء الله لتحدى الامتحانات. ندخل مباشرة في التمارين. إذا التمرين الأول قال لك كلاس لي فيرب سويفون دون لو تابلو. إذا شوفوا عطاونا أن تابلو واش فيه؟ فيه لي فيرب دو بروميي جروب، فيرب دو دوزيام جروب، إي بوي فيرب دو تخوازيام جروب. الوغ هنايا كيما كتشوفوا لي فيرب راهم الانفينيتيف، يعني في الحاله الغير مصرفه، نقول لها ايضا في حال في المصدر. اذا نعرفوا بلي لي فيرب دو بروميي جروب كامل يكملوا بالاو ار. اذا عندنا مونجي، عندنا ريسيتي، عندنا بورتي، عندنا كولوريي، عندنا بارلي، عندنا مارشي، وعندنا ايضا لافي، عندنا مونتي. اذا هادو ما كامل دي فيرب دو برومي غروب. كاين هنا لو فيرب الي ايضا ينتهي بالبرومي غروب بالاو ار، لكنه الفعل الوحيد الذي ينتهي بالاو ار، ولكنه ليس من الافعال تاع المجموعه الاولى. يعني سي با ان فيرب دو برومي غروب، سي ان فيرب دو ترويزيام غروب، سي ان فيرب ايريغولي. اذا اختصارا للوقت، يعني نقدر نكتبهم لكن نحب ندير لكم مراجعه لانها شويه طويله تمارين. فقط كي تعرفوا القاعده انه الافعال تاع البرومي جروب تنتهي دائما بالاو ار في الانفينيتيف. الافعال لي فيرب دو دوزيام جروب، يعني الافعال تاع المجموعه الثانيه تنتهي بالاي ار، مثل فينير. اذا حذاري، يوجد افعال ايضا تنتهي بالاي ار لكنها ليست افعال تاع المجموعه الثانيه، سي با دي فيرب دو دوزيام جروب. مثلا عندنا فينير، عندنا مثلا تونير، عندنا مثلا اذا هادو بارتيغ، ايضا سورتير. اذا هادوما ليست افعال تاع دوزيام جروب ولو انها تنتهي بالاي ار مثل الافعال تاع دوزيام جروب. كيفاش نقدروا نفرقوا بالافعال التي تنتهي بالاي ار انها ليست دي فيرب دو دوزيام جروب؟ اذا تو سامبلومون عند لا كونجوغيزون، يعني عند التصريف، راح نلاحظوا الفرق. نعرفوا بلي الافعال تاع دوزيام جروب لما تصرفوهم مثلا مع الضمير جو، اذا تنتهي بالاي اس كيما جو فيني، جو فيني اي اس. لكن لو خدينا مثلا فعل مثل هذا فينيغ ونصرفوها مع جو، يا هل ترى نقولوا جو فيني؟ لا، نقولوا جو فيان، جو فيان. اذا هنا يبان باللي ليس فعل من افعال الدوزيام غروب. مثلا ناخذ على مثال اخر دورميغ، ايغ ينتهي بالاي ار مثل الافعال تاع الدوزيام غروب. لكن لما راح نصرفوا مع مثلا جو، اسكو نقولوا جو دورمي؟ لا، نقولوا جو دور، جو دور. ايضا لو فيرب سورتير، نقولوا جو سور وليس سورتي. اذا بهذه الطريقه فقط تقدروا مثلا ايضا فعل تونير، تونير نقولوا جو تيان، نفسها مثل فيان، مثل فينير. تونير فينير نفس الكونجوغيزون، حتى المشتقات تاعهم مثل فينير مثلا غوفينير، دوفينير، غوتونير، ديتونير، كيف كيف. نقولوا جو تيان، جو روتيان، جو ديتيان، جو فيان، جو روفيان، جو دوفيان. اذا كما تشوفوا تنتهي بالاي ار لكنها ليست افعال تاع دوزيام جروب. عندكم لو فيرب مثلا سالير، نقولوا جو سالي، دونك سي ان فيرب دو دوزيام جروب. بارتير، نقولوا جو بار، جو بار، اذا سي ان فيرب دو ترويزيام جروب، لا ينتهي بالاي اس. اذا هذا فيما يخص الافعال. اما ما باقي الافعال التي تنتهي مثلا بالار او، تنتهي ايضا مثلا او اي ار مثل فوار، فولوار، فوار، اللي تنتهي بالدي ار او، اي ار تي ار او. اذا كلها افعال نتاع ترويزيام جروب. من بعد راح نصحح هذه التمارين، نكتبهم لكم مصححه في الباجه، في الباجه تاع الفيسبوك تلقاوهم مصححين. اذا هنا اختصارا للوقت فقط حبيت يعني كمراجعه، يعني انا يهمني الشرح وفهمني وتهمني الفهامه. لكن تقدروا انتم هكذا توقفوا الفيديو وتحاولوا تحلوا هذه الافعال. عندك ثانيا سولين تو لي زادجكتيف بوسيسيف اي ديمونستراتيف، يعني سطر الصفات التي تعبر عن الامتلاك والتي تعبر على إشارة. نقولوا لادجكتيف ديمونستراتيف بالعربية يقابله اسم الإشارة. أونسويت بلاس لو دون لو تابلو. إذا ها هو الطابلو، طابلو فيه زوج تاع لي كولون. الخانة الأولى أن نحطوا فيها لي زادجكتيف ديمونستراتيف مثل سو، سات، سال، يعني الأسماء الإشارة.
والخانه الثانيه نحطوا فيها لي زادجكتيف بوسيسيف مثل مون طون تا نوتر لور اكسيتيرا. مثلا سو سوفيتور ارانجي سي زوتي دون سون ارموار. سو سوفيتور هذا المنقذ ارانجي سي زوتي. اذا سو هنايا سو هنايا c'est un déterminé, c'est un adjectif démonstratif. اسم اشاره كما نقولوا. Arranger ses outils. Iden s hnaya kim tchoufo wach qal lek hnaya soulin. Iden démonstratif iden c يعني الملكيه. اغراضه سي زوتي يعني ملكه هاد لي زوتي ملكه. اذا سي هنايا بوسيسيف يعني تدل على الملكيه. Dans son armoire, أيضا نفس الشيء يعني في خزانته. Cette armoire, cette يعني هذه, اسم إشارة ديمونستراتيف. Et dans mon garage, هي في الكراج نتاعي يعني mon يعني ملكي. Mon يعني الملكية. ses outils هاته الادوات ses outils يعني هنا اسم اشاره appartiennent à mes amis هم ملك لاصدقائي mes amis اذا الملكيه ses filles هاته البنات اذا هنا نفس الشيء sont nos voisines هم جارتنا nos voisines اذا نو تاع الملكيه Ce maître, هذا المعلم, ce maître, et le vôtre, هو لكم, votre, إذا الملكية. هذا فيما يخص التمرين الأول. التمرين الثاني. Découpe les phrases suivant sur le même modèle. يعني قسم الجمل التالية على نفس المنوال, على نفس المثال, بنفس المثال. L'éléphant joue au blessé. L'éléphant, c'est le groupe nominal sujet. Yani, le fa'il joue, c'est le verbe au blessé. C'est OI. Complément d'objet indirect. C'est le GV, yani, groupe verbal. Le chien tire le blessé. Il donne le chien. C'est le groupe nominal sujet. Tire, c'est le verbe. Tire quoi? Tire le blessé. C'est le COD. C'est le groupe verbal. L'ourson arrose les fleurs, les plantes. Alors, l'ourson, c'est le groupe nominal sujet, yani el fa'il. Arrose, yani yasqi. El fa'il, c'est le verbe. Les plantes, c'est le COD. Il donne kul hada. Majmou'at el fa'il, yani le groupe verbal. La maîtresse explique la leçon aux élèves. La maîtresse, c'est le groupe nominal, yani al-fa'il, groupe nominal sujet. Explique, tashrahu, c'est le verbe. La leçon, quoi? Qu'est-ce qu'elle explique? Elle explique la leçon, c'est COD. Explique la leçon à qui? Aux élèves, ma'anta, COI. إذن وكل هذا يمثل لو غروب فيربال كما راكم تشوفوا هنا لو غروب فيربال يحتوي على دو كومبليمون دوبجي الاول كومبليمون دوبجي ديريكت لان طرحنا السؤال اكسبليك كوا ما كانش بال لو كومبليمون دوبجي ديريكت ولا فيرب ما كانش اون بريبوزيسيون يعني حرف الجر ا ولا دو اما هنايا اكسبليك لا لوسون ا كي لمن اذن هنايا هذه لا بريبوزيسيون او زيلف اذن هذا كامل غروب فيربال Découpe les phrases suivantes dans le nom de chaque groupe et encadre le la préposition. حرف الجر. يعني نفس الشيء قسم الجمل التالية وعطي الأسماء تاع كل يعني قسم كل مجموعة وأطر la préposition يعني حرف الجر. Elle tisse la laine dans la cour. إذن dans هنا c'est la préposition qui va encadrer là. Elle tisse la laine à midi. إذن تحكي تحكي الصوف في المساء اذا دون هنا سي ان سي ال يعني مكان يدل على المكان وهنا يدل على الزمن سي سي تي يعني كومبليمون سيركونسونسيال دو طون ا هنايا الى في مثلا يعني حرف جر سي اون بريبوزيسيون و دون هنايا في ايضا عباره عن بريبوزيسيون نشوفوا الامثله لي زونفون ليز
دي ليفغ ا لا ميزون. الاطفال سطروها هما جروب نومينال سوجي ليز يقراون سي لو فيرب دي ليفغ ليغ كوا ليغ دي ليفغ يعني مفعول به سي او دي ا لا ميزون. اذا ا هنا هي حرف ال لا بريبوزيسيون حرف الجر ا لا ميزون يعني يدل على المكان يعني سي سي تي. وهذا كامل لو جروب فيربال اذا ليك في المكان. نو زابرونون اذا نو سي لو جروب نومينال سوجي كما قلت لكم الفاعل يعني جروب نومينال سوجي يقدر يجي على شكل ضمير كما هنايا برونون بيرسونيل. ابرونون يعني سي لو فيرب ابرونون كوا ابرونون نو لوسون نحفظ دروسنا سي لو سي او دي توت لا سيمين كون متى يعني توت لا سيمين اذا توت سي لا بريبوزيسيون هي كل بالعربيه لا ميزون توت لا بلوتو توت لا سيمين كل الاسبوع يعني هذا كامل سي سي تي الزمن وشنو ثاني اذا هذا سي لو جروب فيربال. Je prépare نفس الشيء le groupe nominal sujet il est sous forme de pronom personnel يعني الفاعل. prépare c'est le verbe prépare quoi prépare mes dessins c'est le COD où يعني أين dans يعني في أطروها c'est la préposition dans la cour c'est un CCL يعني مكان le GV. عندك tu accroches tu c'est le groupe nominal sujet accroche c'est le verbe ton tableau c'est le COD ou au mur يعني au هنايا c'est la préposition au mur c'est le CCL هذا كامل c'est le groupe verbal. Nous avons fait اذا nous c'est le groupe nominal sujet le verbe هو avons fait il est conjugué au passé composé avec l'auxiliaire avoir donc هذا كامل c'est le verbe. Nous avons fait quoi nous avons fait des dessins donc là c'est le COD l'année dernière يعني السنه الماضيه اذا السنه الماضيه هنايا كما كنتو تشوفوا ما كانش une préposition qui est tout simplement le CCT يعني complément circonstanciel de temps. L'année prochaine اذا l'année prochaine c'est le CCT nous c'est le groupe nominal sujet irons c'est le verbe il est conjugué au futur simple c'est le verbe aller conjugué au futur simple au c'est la préposition يعني حرف الجر CEM c'est le CCL اذا وهذا c'est le groupe verbal ونفس الشيء بالنسبه لهنا groupe verbal. اذا هذا فيما يخص الورقه الاولى ان شاء الله تكونوا استفدتوا ولو قليل معليش. شوفوا الورقه الثانيه بعجاله. Mais les phrases suivantes au présent de l'indicatif. Idan hnaya nada el jumel talia fil et au futur. Nadaha awalan fil présent yani fil zaman el hadir, thumma al imparfait fil zaman el madi et au futur yani fil zaman el hadir, el mustaqbal. Amina ali, idan Amina ali fil présent, anta Amina va vivre dans une ferme. Al imparfait ali au futur ira. Pouvoir rester avec eux. Elle peut au présent. À l'imparfait, elle pouvait. Et au futur, elle pourra. Rester avec eux car ils au pluriel. N'ayant à voir. Ils ont au présent. Ils avaient. À l'imparfait. Ils auront au futur besoin d'elle. Elle être, elle est au présent, elle était à l'imparfait, elle sera au futur. Il venir, il vient au présent, il venait à l'imparfait, il viendra au futur. Sixième, on classe les phrases suivantes dans le tableau. Idan jumel hado, nhotohom fil tableau. Tableau, je fais présent, yani le hadir, passé, le madi, futur, le mustaqbal.
autrefois Alice vivait au pays des merveilles. إذن autrefois تدل على الباسي نحطو فقط الإشارة تاع الجملة يعني الحرف اللي مثلها اللي هو الأ. إذن أ راهي في الماضي. Aujourd'hui, إذن هاد العبارة هما اللي يدلوا على الزمن. Aujourd'hui يعني الحاضر. ب إذن راهي في البريزون. Aujourd'hui les enfants écoutent leur mère. Le verbe est conjugué au présent. وهنايا le verbe est conjugué à l'imparfait donc passé الماضي. Demain, إذن غدا تدل على futur. Ils partiront, إذن كما تشوفوا la terminaison du verbe هنايا راهي في الفيتور سامبل avec leur grand-mère. إذن la phrase, troisième phrase C, elle est au futur. Septièmement. Mets les verbes entre parenthèses au futur. ضع الأفعال اللي راهي بين قوسين في المستقبل. Maman allait, maman ira. إذن هذه ما فيهاش شرح فيها حفيدة. La chauve-souris pouvoir, pourra. Le capitaine crochet venir, viendra. Mets les verbes entre parenthèses au passé composé. إذن هنا نضع الأفعال اللي راهي بين قوسين في الزمن في الماضي المركب. Je mange, قولوا j'ai mangé. Une pomme. Nous allons, nous sommes allés. À la plage. Tu fais, tu as fait. Tes devoirs. Le garçon joue à jouer au ballon. Les élèves finissent leur travail. Et les élèves ont fini leur travail. Classe les indicateurs de temps dans le tableau. إذن هنا إشارة الزمن نحطوها في التابلو. إذن عندنا البريزون باسي و فيتور. لانديكاسيون الأولى نسموها رقم واحد أجوردوي يعني اليوم معنتها بريزون. لاني ديغنيير كي تشوفوا كلمة ديغنيير معنتها توجور باسي. إذن اثنان نحطوها في الباسي. لا سومان بروشان كي تشوفوا بروشان معنتها فيتور. إذن لا تخوازيام فراز فيتور. دايما كلمة ديغنيير معنتها ماضي. كلمة prochain معنتها future. hier يعني البارحة رقم أربعة. البارحة معنتها passé. demain غدا معنتها future. 5 رقم خمسة. en ce moment في هذه اللحظة معنتها présent. dans un instant كي تشوفوا dans تدل على future. إذن سبعة مستقبل future. jeudi prochain كيما قلت لكم prochain تدل على المستقبل دونك prochain رقم 8 future. la semaine dernière كي تشوفوا كلمة dernière عرفوا باللي le passé. إذن رقم 9 في الباسي. maintenant الآن يعني الحاضر دونك présent. ce matin toujours يعني هذا الصباح يعني الآن 11 في البريزون. lundi dernier إذن كلمة dernier عبارة dernier تدل على الباسي دونك الجملة رقم 12 باسي. dans une heure كي تشوفوا عبارة dans معنتها toujours le futur. إذن الجملة رقم 13 في المستقبل. il y a longtemps كما تعرفوا دائما il y a longtemps تدل على الماضي. il y a quelques minutes أيضا لما تشوفوا دائما عبارة il y a تشوفوا il y a شوفوا dernière عرفوا باللي دائما le passé دونك الماضي. اذا اعذروني لاني اسرحت في الاجابات الله غالب ما عنديش الوقت عندي اشغال اخرى. حبيت برك يعني ندير لكم هذا التمارين بعجاله ربما وعساها ان شاء الله تفيدكم وتنفعكم في المراجعه تاعكم. اتمنى لكم كل التوفيق ان شاء الله في الامتحانات وربي يوفقكم ان شاء الله. حفظوا جيدا الكونجوغيزون تاعكم وراجعوا دروسكم وان شاء الله بكل توفيق رايحين تنجحوا ان شاء الله يا ربي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.